محمد سحويل الصيدلي الذي خدم أهل رفح بصدق وإخلاص على مدار 40 عاما واجه محنة قاسية عندما دمرت الصيدلية الخاصة به وسط الصراع المستمر في قطاع غزة. وبسبب الحرب والنزاعات انتقل محمد إلى مدينة خان يونس. لم يكن هذا الانتقال سهلا، فقد كان عليه أن يتكيف مع الظروف الجديدة ويعيد بناء عمله من الصفر، ناصبا خيمة على الرصيف المقابل لمستشفى ناصر في خان يونس لمن يحتاجون إلى الدواء والرعاية الصحية في ظل الأوضاع الصعبة. لم يكن الدافع ماديا بقدر ما كان إنسانيا، فقد أراد أن يكون هنالك للأشخاص الذين اعتمدوا عليه لسنوات طويلة. داخل خيمته المتواضعة استمر في تقديم الأدوية والنصائح الطبية بقدر ما تسمح له الظروف، محاولا سد الفجوة الصحية التي خلفتها الحرب والنزوح. فلنشاهد. سلام على قاهرين العدا، سلام على غزة صامدين، سلام عليكم وروحي لديكم تتم صفوف حماة العرين. كشفتم زيف أقنعة تخفى خلفها الأعداء، وألهمتم شعوب الأرض نصر قضية غراء. كشفتم زيف أقنعة تخفى خلفها الأعداء، وألهمتم شعوب الأرض نصر